بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القرآن الكريم دقيق جدا حتى على مستوى الحرف، يعني كل حرف جاء في مكان دقيق، يعني بصورة غريبة جدا. دعوني أتأمل معكم إحدى لطائف القرآن البيانية أو البلاغية من سورة الزمر. آيتان في سورة الزمر متشابهتان ولكن بفارق واو الحال. فالله تعالى يصور لنا حال الكفار عندما يدخلون النار زمرا، أي مجموعات، فيقول: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها. هنا استخدم القرآن كلمة فتحت بشكل مفاجئ، لأنها أصلا تكون مغلقة. قال تعالى: عليهم نار مؤصدة، أي مغلقة، يعني كلما دخل فوج أو زمرة يفتح الباب بشكل مفاجئ، يدخلون ثم يغلق وهكذا. ولكن الجنة، قال تعالى: جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. الباب مفتوح أصلا، لا يغلق وليس مغلقا عليهم. لذلك في نفس سورة الزمر تأملوا كيف عبر القرآن عن دخول المؤمنين أو المتقين، يعني على شكل مجموعات أو زمر، إلى الجنة. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. سبحان الله، لم يقل فتحت بشكل مفاجئ، وفتحت، لأنها مفتوحة باستمرار، مفتحة، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. يعني انظروا إلى هذه الدقة، دخول الكافر إلى النار الأبواب مغلقة، لذلك تفتح وتغلق بشكل مفاجئ. لذلك قال: حتى إذا جاءوها عن النار، يعني فتحت، بينما الحديث عن الجنة قال: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ليدلك على أن أبواب الجنة مفتوحة بشكل دائم. ولا نملك إلا أن نقول: اللهم اجعلنا من أهل الجنة، والحمد لله رب العالمين.